بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع من الدرس الثاني في الوحدة الثانية المطلوب إيجاد قيمة المحددات للمصفوفات A و B. في البداية يمكن أن نحسب قيمة محدد المصفوفة A بطريقتين أولها أنها مصفوفة مثلثة سفلية فكل العناصر فوق القطر الرئيسي هي عبارة عن أصفار، وقيمة المحدد في هذه الحالة تكون حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، أي واحد في واحد في واحد يساوي واحد. الطريقة الثانية: المصفوفة A يمكن اعتبارها مصفوفة أولية، elementary ماتريكس. كيف جاءت هذه المصفوفة؟ جاءت من المصفوفة ثلاثة في ثلاثة. بضرب الصف الأول في سالب خمسة وجمع الناتج على الصف الثالث سالب خمسة أر واحد زائد أر ثلاثة لذا في النظرية السابقة يكون قيمة محدد المصفوفة أي بمجرد النظر هو واحد المصفوفة الثانية بي أيضا يمكن اعتبارها مصفوفة قطرية ويكون آآ قيمة محددها تأتي بضرب عناصر القطر الرئيسي في بعضها فيكون الناتج سالب تلت كما يمكن اعتبارها مصفوفة أولية أيضا كيف جاءت جاءت بضرب مصفو... الصف الثاني في مصفوفة الوحدة من نفس المقاس أربعة في أربعة في سالب تلت بأن ضربنا الصف الثاني في مصفوفة الوحدة أربعة في أربعة في سالب تلت وكما أخذنا في النظرية السابقة يكون قيمة محدد هذه المصفوفة مباشرة هو سالب ثلث العدد الذي ضربناه في التمرين التالي باستخدام المعطى أن قيمة هذا المحدد تساوي سالب ستة أوجد المحددين التاليين في المحدد الأيسر مثلا نحاول أن نرجعه إلى المحدد الأصلي كيف نبدل الصف الأول مكان الصف الثالث فنأخذ إشارة سالب عامل مشترك A B C D E F G H I ماذا فعلنا؟ بدلنا الصف الأول مكان الصف الثالث، الآن نحتاج أيضًا أن نبدل الصف الثاني مكان الصف الثالث، فنأخذ سالب عامل مشترك مرة أخرى A B C D E F G H -I. بدلنا الصف الثاني مكان الصف الثالث يساوي سالب في سالب موجب المحدد الأصلي يساوي سالب ستة أي أننا إذا بدلنا صفوف محدد ما عدد زوجي من التبديلات أعطانا قيمة المحدد الأصلي، لأن كل تبديلة تعطي إشارة سالب، فإذا كانت الدبيات مزدوجة، سالب في سالب يعطي موجب. في المحدد الذي على الجانب الأيمن، نحاول أيضًا أن نجعله عدد مضروب في المحدد الأصلي، لنستغل قيمة المحدد الأصلي، فماذا نفعل؟ نرى ثلاثة مضروبة في الصف الأول كله، فنأخذها عامل مشترك. وفي الصف الثاني نجد سالب واحد كلها مضروبة في سالب واحد، وفي الصف الثالث مضروبة في أربعة، فنأخذها كلها عوامل مشتركة، ونضربها في المحدد الأصلي: A B C، إذا أخذنا من الصف الثاني سالب واحد تصبح موجبة: D E F، وكذلك إذا أخذنا أربعة عامل مشترك من الصف الثالث. تصبح جي إتش أي وهي نفس قيمة المحدد الأصلي، إذن سالب اتناشر في المحدد الأصلي سالب ستة يساوي موجب اتنين وسبعين.